الصفا ربوة في طرف جبل قبيس أحيلت إلى درجات كالسلم وعنده يبدأ السعي. يسعون بين الصفا والمروة سعي القدوم رافعين أصواتهم بعبارات الدعاء والاستغفار في تضرع وخشية، ويحمل أصحاؤهم المرضى والضعفاء حتى يتيسر للجميع الحج كاملا. المروة وهو كالصفا مدرج فوق ربوة بطرف جبل قينقاع وعنده ينتهي السعي. هذا المسجد وهو في مدخل عرفات من الغرب يسمى مسجد نمرة أو مسجد عرفة، ويقع نصفه الغربي في حرم مكة ونصفه الشرقي في